أنا سكان مدينة أريحة، مدينة أريحة مدينة حلوة وجميلة وأهلها حلوين وسياحية زراعية، مناخها حلو. أنا من بلدة اسمها بلدة سريس، من أراضي 48، هلأ إحنا ما بنقدر ندخل عليها، هي قضاء القدس. من قرية المغير، المغير رام الله، عدد سكانها 3500، محاوطين من مستوطنات كثير. من مخيم الجرزون، العمر 70 سنة، ابن النكبة. يعني هاي بلدنا السوفير، تشمل السوفير شرقية وغربية وشمالية، موجود جنب مجدل غزة عند أسدود، ميناء أسدود. طلعونا من الأرض ولا غصب عنا. بيت محشير، قرية فلسطينية مهجرة من عام 48. لجأنا في 15 أيار إلى رام الله وبقينا هناك لغاية اليوم. بلدنا تقع على طريق كياف القدس، تبعد عن القدس 22 كيلومتر.